وراي ندعدو ورالكا واكو هيليا قبلنا ولا شيء نواي سان محو قلي ولا شيء دم اسمي مسان لا يبنا قبل ما كلا حسابك سوريبو انا هو لا يبنا قبل اني نلتي اسم حق قلي قبل مو ربا قبل ما حنا نلتي ملا ابي اني دغدس لا يقول لك ساراس كذا فادي مركا ما صوبالتيا قبل حمانت اقوت محباي قبل اني نلتي ادو عنو قراته واخ اكتم ملا باي اس وركي كذا فادي ورام مها معقولة فكره ساي ولالك إندي عدا أوحلا يا بنا إيشي معقول شيء محاو حس قبلنا ما كلنا تذكرها فداي عيالته وحموق تقولها أنا بسول الله خمي وليه أبي محن يقل خير نوسعه ما قاني هذا اللي كيساشك يقلي وبارين أو حجرو هيني ويزوي أبا ويديننا إن شاء الله ولالك أنا يدا وحكي صار أنا كل شيء جاي هاي هاي وحلا عنو ملك يسحاو ما قاني أو قبل هذا الجقدكش الو ها سيتا اي ورن في عني ابا ويلك دايت نمبرك كا قورناي واه صح مي مديدن وحتا انان اد كاغا هلي وا غرتي انان خيرر كلو داغاين ربا هاد خيرر مياد ليداهي ماي ماي ابو خيرر ملهي اوكي وا ديس استن سي بيان ليهاي ان اسكو حافظنا وان ياد لنو شاي اني وحا لنو لهاي ابي يال نو لهاي لاي غريغن وحا كو نول اني ويلشي لا دشاي كبد كلغا لميا كبر كلم كلو دلن ما يجور ميلا دلان كليجي لواي ما شاء الله لكن سجور ميلا لشتلو مدباكرة أرمي ولا لها إفيران بحكو فيران أول بوالقش كان سلها وان لقى جورس لها أيق ما جورس ناي أوكي واي دبعت ملهان هذا إسكو فهمينا وأنا كفرح سنة برشاد هذا هاي واي هاي هول يرى رواينا قبت يدو أكسوعة أوكي واي دبعت ملهان باي أبين دعدي علمان ترون ويف فكنا أنا سايق علناي. محكار وين دعدي؟ ما قام وحوي جربي. أنت وحوي كوكري ده أسماء ده لمركو يقصباي. أنت كرلا ملقدينه. سيشقى على وش جا؟ أنت ما كريسيد. أبى نختار معي قرمانو المركو جكد وجلا يعني ما كان أنت على لايك. أبى أرون كبرن كذي دهش ما قبكرته. ويش علاقة بتاعنا هذا؟ هذا هول قبنيس وعلاقة بكرته. تكلا جروجا هوش يسدا قبنيس أتكل قبنيس نملان. ويلش أسمع أنت ده وين وقت جود كسيسة؟ هذا ويلش يعني جبنا عرض أشي ساملاق وروح بدنو. آه بس حواي هرتاني هذا كاكو دهدا مدقي سنيسيت ويلش أن رنتو شاك محا عمتو هكر سدان عني شقال موهي ورادق ورادق كرت قرقا هوش يسعد كل قوان يسمال هادي ويلش ويلش محاقو يسا قرقا يمركا تكتو ويلش ما هوش كو قوان لاي إفان انت سيرت ماكو حمالني قبل عدايهم كوو غاي الهذا الادي وصاني انا اكو اركم جعلي ابو ما اركم يا سيدو ابي لدخ مايا انا هدا وحو شيغ هذا الكي دم دقي سناي ويلش بس لو مقلا قبل دي كليو دلاتا انو سكول دخ مميه لكن اباها محاسميني محاسمينا هاي ماخان لكن سيدان والد لانا بدانتو هذي قابا نصيب له والدك اقل جوه بل كبرا ندك ان والدك يسن dadkaas gareeb leeyeen buwaalidku dalama noolo qofka waalidkiisa la nool hadana nolosha caqabad kala kulmayso kama darna nolosha way dibadan tahay iska samirtan kale adeer marba inuu ka arko ee caadis kadi abi dhamaan wiilashii la dhashay sida ay fahmiisi fahmi lahayn nasiiba dumarka kala dheerahay ee ahaan lahayd indhaha waayirta wuxuu ka wada talo من اللي شيء سوتنا إن عبد اللي شيء سوتنا أنا اللي شيء سوتنا طلعوا إيفون أو مرك شكي وسيب الأرض ولا أبو أنا أدير كده المو هو يساو صغير عليك إن هو يسا بيس أصغير كلا تجن هذا هو شو اسمه كرتا أول بار أبا أبينا كويديو تيذك الإيفون أنا يوم أنا لرميا سؤالان ما أنت حكي جاي ما ذين أبينا عدى لا يا مروبو قبل أقولي أوي دين وحد وحودها وحمود دواير تهاي نك سوركي سكراف في جودة ولا شاد وياي خير ذي بوق على جدها أبا أنا أحمد أنا أصقل لهذا أنت عدى أنا مروينه ولا بس أنت أبا نسأنا ده يا إيفون سعر أنت وش تيلي هذا كله لي
tan kale waxa go'aansaday gelinna wax barto gelinna aan shaqeysto si aad adiga wax barashada garba kaaga siiyo ana sabu arinta inna iskuul walisimo lagaaga baahnaabo shaqadaani soo raadi ana ka shaqeysanaayo ana marka saamigay rumaysanaayo waxa jirta shaqo ay sanad marka qaban kareen tan kale ana soo walaalkay amiyi wax ma ku qaban kari ama walaalkay waa taa wax way qaban kartaa laakiin aan wax barashada ina ka mashquuliyo maraw qofka hamiga leh ani waa aniga leh rabo inaan riyadeeda rumaysto dhimana waxa dareemayo inay fogaaneysay tan kale waxa rabo inaan ku idiyo wiilkan inuu wax barasho guriga uga maqan yahay la mooyay inta kale maxaa gabadhaan hor dhigay maya anas ani miski ka fogaayno maxaa waa sawaa wiilkan 90 maxaa u sheegtaa adiga oo jaad ma qabsad radikaal waxa ku idii gabadha mar walba wadsheed maxaa u mashquulisa oo 90 ku kula taagan adeer gabadh waxa weydiinaa mal hal kirim yaane mal hal kirim mar dambana misaal kirti shuxuxda adoo ugu badatay aan dambu kugu agarkin adeer adeer laftirka aniga gabadha maxaa shaqo nooga dhigatani maxaa ku hadlo saadi warnaga fuq waxa adiga kala manahanay waxa aniga jirweys wiilka ayar kala dul dhacay asan waxay ula hadlaa ani ma la hadlay ani asan hadiga gardarani ab mar wal maxaa u tirstaadi waalidka maamiya niyor mu ku sheeg adiga waalidkaaga xitaa anteed waxba ka magalinay tan kala hada afaaray soo gashay afarta kooda gacanta ku saara emel ig joogniyo waxaas afka ka dhaaday ficil ayda waa laga yaraa waa ka wirtaadi ani adiga ino tala gurigan hooshiis ma wa dhamaaneysa wa daqiiqad xataa mobeel aku fiirsitid ma helaysi anas abeen oo igu ka agar marta oo lagu qeeliyo adina inta maxay igu imaatay may adeer ma joogay muxuu ku arkaa abu xileedan uu soo dhawyaa doko arkan oo kuu qeelina maalin walba dirti in lagu qeeliyo marwiye oo qolka iska aad may dhima la hadarta hadii lagu qeeliyay tan kale maalibid adeer aan soo dhax galay waxaan inaan ku sheego waxaa waayay abu isheeg may talaar bina ku idisto qof familkaaga in xiriir la sameesto sidee kula taanay abu familiga waxa ka muhiimsan qofkiinu asaga raali ka yahay in ay isfahantaan familiga waxa qabad ma lahana islaahaani okay fikradaadu way wanaagsan tahay waraaya wax saal baa ku soo jibinay lacag ma ku dirsatana adiga xoog badinida ayaa tahay oo wiilo ana hadal dhan waqtu ma hayo warqada akhriso adiga markay baa soo qiray isguru maana leedahay macnaa salaaca ku darsatay ho wiilow ana war dhan marabaya waxa warqadaas ay ku qoran tahay qirso tan kala waalid gurigan joogay gabadhaas guriga ana soo diray farinta buuxdana ana idin sii doono gabadhaas la nabadgeliyo nin indhaad markaa waxaan soo qoray aadmo ona soo wac aadmo ona soo wac karaay maxaa aniga dhaqan xumadaan qof aqoon iska soo diraaniyo mudaf dhahniyo gurigaagu qurux badan yahay meelo badanna wax ku qorsa karana way jiraan waxa rajaynaa inaan shaqadeeda si wanaagsan u qabsan doono oo ifan xogtaada waa haywaan ku garanayaa nabad guriga nagli gabsaarisi yaa taa adi horto iska dhaaf waxa ahayn nagli guriga adi kaali wiilishina xoog soo dhaaftay gabadhiina xoog ku wataa yaa taa kaan iska sheeg xataa gurigan buuq badan oo qof walba in su'aalo looga jawaabo rabo okay intaad oo ku yaale bax wiilishin tuu tagti soo fiirsa waxa gudiyay waxa ahaabo ana soo gabadhan warqadda si uus maxaa ku qoran yaa taa aid mana qaanni oo laakiin indhacde ka socdaa warqadan haysan dhaa arki maxaa ku qoran Ibrahim maxay taa erida maanta shirka ku haysteen adeer waxa la yaabna aragnay meel aan kaaga bilaabay iqaaba kugu sheegana ma aqaano ab anoo taagana xog guriyan lagu soo galay ab warqadan akhristaada dhan noo soo gaabi waraana hadalka isku dhiibinay adinkoo nimar rogo taagan yaa qof guriyan xog soo galay adeer si aniga xog lagu soo dhaafaa qoftan qof dumar maana gacan qaadeenaanay si walba dumar u tahay guriga ma xog soo galay aa ayda iyana tahay way joogtaa adeer ifoon inuu gudaha kula jirtaa ramahan orod gowdhiigu soo tuugina taxta maxuqoogtiin miska soo xareysanaysaan ayaa badiyarwa intaan aan leegtiin hal qof aqla xataa midinka waayo qofkii aragtay miska soo xareysanaysaan waxaan gabdha waa guriga ma loo gali karay waraayare ifoon gabadhan soo bixi aabaa rabe aabaa imaada aabaa ku wuxuu yaa lagu dhahay kaale gowdhu guriga xoog soo gashaa dimiya guriga leedahay adeer anigu guri ma lihi danaa jirto wiilkaagaan isoo diray wax walbana saa kuu sharaxay kuun sheegaayo wiilkaygi soo keligaa iska soo diraa haddeedna jirta labadiin maxaa wada imaa weydeen asiga wuxuu igu dhahay waxaa soo dhammaysanaa waana kuu imaanaa iridoon iga laabtay asaan xaafadii keenay adeer gabadh islaameedaa taa wax qaldan inaan ku dhaamarabe ninkaa sheegays asigaa ku keenay gurigaiga baxsaco
أدير دين ملا واحد بقنعسنان تا داك مهمسان أدوكو قنعسن قرقاق وايمانا حد نواسيب حي.